نعم. أني خرجت يوما معه بعد شرحه لكتاب لهذا الكتاب الجامع الصحيح للترمذي، لأنه كان يجلس على شرحه أيضا بعد الإنشاء. نعم. يشرح قليلا ثم ينصرف. فلما انتهى من شرح هذا الكتاب، خرج يذهب إلى بيتي فتبعته لأشيعه وأودعه إلى بيته في باب الكومة. فمرد هكذا، وكانت هناك كما يقال أزقة قبل هذه الفنادق، ما كان هناك توسع في ذلك الوقت. فتبعته أسأله أمشي معه أسأله إلى أن وصل إلى باب بيته داره، فودعته لأنصرف. فقال لي، التفت إلي وقال لي: يا عبد الرحمن اجتهد، أنت بيدك السلاح من أسلحة العلم وهو التغرب، لأنك غريب، والغربة من أسلحة العلم. يا سلام هذه تكتب ماء العيون. إيه، قال: الغربة من أسلحة العلم، لست بين أهلك ولا كذا يطالبونك بكذا وكذا، إذا فأنت الآن في حالة تفرغ لطلب العلم بسبب الغربة، لأن العلم رحمه قال لي هذا وأنا على باب داره، قال لي: أن العلم أشد غيرة من المرأة على ضرتها، أشد غيرة. معناه لو أردت أن تجمع عند طلب العلم، تريد أن تجمع على إذا طلب العلم طلب شيء آخر، دنيا مثلا، أي شيء دنيا شيء هذا يشغل معناه مشغل إلى يشغلك. إذا فعلت هذا فإن العلم يقول: لا، خليك مع ذاك، أنا رائع. طلقني، يطلب الطلاق زين. ويعلم بالثلاث، بل بالثلاثة، ولا ينفعه أن يعني حتى تزوج زوجة غيره. هذا والله سبحان الله. فنصح لي ورغب لي وكذا، ونصائح كذا جيدة الحمد لله. هذه والله نصيحة يا شيخنا تفيد كثيرا الطلبة الذين يدرسون هنا. نعم، إن أكثرهم نعم من المتغربين. نعم، هذا هو الغربة من أسلحة الطلب. جميلة والله، جميلة، هذه تكتب شعار يا شيخ. قال لي هذا والله على باب بيتي. نعم نعم.